هذا يسأل عن أخذ الخادمة للعمرة. إذا كانت الخادمة مع الأسرة مع نساء فلا بأس، لأنها لو تركتها في البلد عليها خطر من تتركها عنده، فكونها تكون مع أسرتها ومع النساء يحافظ عليها أحسن من كونها تبقى في البلد ربما تتعرض للفتنة. وهي أصلا جاءت بدون محرم، أصلا من بلدها جاءت بدون محرم، المسألة أنتم واقعين فيها من الأصل، واللي يغنيها الله عن الخادمة أحسن له أبعد له عن المحذور. لكن لما ابتليتم خففوا الشر، لا تخلوا مع الرجل، لا تكون سافرة بل تكون متحجبة، لا تكون تركب مع الرجل وحدها الذي ليس محرما لها، خففوا الشر مهما أمكن.